اول حاجه بعدا كنحيي يعني الشباب ديال اللي قام بهذاك الحراك، لانه قام به غيره على الوطن وغيره على سميتو. حنا عرفنا ان سيدنا واحد الوقت اقال كاع ديك المجموعه اللي تسببات في هذا الحراك، واحد مجموعه الوزراء، مجموعه ديال المسؤولين اقالهم. يعني انا ظنيت انه ملي اقال هذوك الناس يعني كان ممكن ان المحاكمه تكون بشكل اخر، يعني انهم يعفيو عليهم او تكون احكام يعني في اطار، لانه ماشي جريمه، هذه ماشي جريمه. السياسه عمرها ما كانت جريمه، ولا المنطق الاحتجاجي عمره ما كان جريمه. ما كنحكموا على شي واحد 20 عام ولا مؤبد ولا شي حاجه، ما كنحكموا عليه الا كان قاتل او لا تسبب في شي ازمه كبيره في البلاد، او لا او لا او لا خائن كبير ديال البلاد اللي تهرب مثلا وثائق او شي حاجه وكيعطيها للدول هدوه. اما ان الناس احتجت على قبل السبيطار وعلى قبل يعني مدرسه، على قبل حياه اجتماعيه، على قبل ميناء يكون مقاد باش الناس تصيد وتشتغل. حنا راه درنا مسلسل على النيجرو، هذاك النيجرو اللي كان تيهلك هذوك المنطقه كلها هي، واللي يعني درنا مسلسل اللي تيعبر على انه راه بالفعل كاينه مشاكل في المرس في المرسى، كاينه مشاكل في بزاف ديال البلايص. إذن مادام أننا حنا عارفين هذا الوضع هذا، إذن حراك الريف ما دار إلا باش ينبه المسؤولين، والمسؤولين الكبار ينبههم لأنه راه كاين واحد الخلل، وتحل الخلل الحمد لله أنه تقالوا واحد المجموعة ديال عباد الله اللي دارت لها مسؤولية، ويعني ومشى المشروع غادي كيتصاوب. إذن علاش غادي نبقاو شادين هذوك الناس؟ راه كل ما دوك الدراري ما غاديش يتحرك، ما تحركش هاد الآلة هادي ديال الإصلاح، هي تحركت الآلة الإصلاح. ومن هنا زعما كنقول إلا كانت شي وثيقة ولا شي حاجة اللي نوجهوها لجلالة الملك وبغاوني نسني معاهم فيها، أنا مرحبا، كاين حتى شي مشكل تتحرر عارضة أو لا شي حاجة، اللي طالب بالإعفاء عليهم من طرف جلالة الملك